كان حالك موظف في السرايا وابوك رئيس الكركون وشغلتكم تتبلوا على عماد وتكون غلطان. ها روح على البيت انضب انت وياه. روح روح اكلا وحط ببالك شغله. ابي بده يطلع من الكركون يعني بده يطلع من الكركون. ابوك رح يضل منوع بالكركون ورح يضل ياكل قتل لحتى يتربى ويعرف كيف يداوي اولاد الناس مو يقتلون. يا ابن الحكيم الوسخ انت وياه. ابي اشرف منك من ابوك ولك. اطلع معك. نزل فردك يا عيب الشوم عليكم. ولاد حارة واحدة وعم تدبحوا بعض. ولسه مطولة زعيم. بكفي جميل خلاص. ولك إذا كان أنتوا ولاد حارة واحدة عم تتخانقوا مع بعض مع تبع الغريب بدل ما نحط إيدينا بإيدين بعض لنحارب الفرنساوي متخانق مع بعض. جميل خذ أخوك يتيسر على البيت. بس يا معلم أبو عامر. خذ أخوك وروح. أمرك يا كبير. وانت بشير خود اخوك مطيع روحه على البيت. لا ما عزلت ابو عامر. مو نحن يلي بنضرب بالحاره وبنضل ساعتين عليها بنوب ابو عامر. هلا لا تكبروها الله يرضى عليكم. هيا كبيره يا مختار كبيره. خلص خذوا روح على البيت. لا ما خلصنا يا ابو عامر ما خلصنا. يلا مطيع. اه
اضلوا على المضافة يا جماعة. اضلوا. يلا كل واحد على شغله يا رب. كل واحد على شغله. شو عم يقول عم يا ابو عامر؟ على راسي عم يا ابو عامر. شرف سعيد. غيطت. غيطت. لك شو عم تحكي؟ ولادي علو مع ولاد ابو جميل؟ ايه والله يا سيدي مثل ما عم تحكي لك، علقت علقة كبيرة. عم بقول لك لولا ما تدخلوا كباريت الحارة وعلى راسهم عمي ابو عامر كانوا شلخوا لك ولادك تشريف. يقطع عمك لا، اطلع من وشي. ايه شو ساوي سيدي؟ اطلع من وشي يا كديش، اطلع من وشي. احترامي. الو؟ الو؟ اعطيني وفيق. وفيق اسمعوا لا، بتاخذ هلا دوريه مسلحه وبتنزل على الحاره وبتشحط لي اولاد ابو جميل. شحط عندي هون. ايه جميل وصبري بسرعه بسرعه. حيوانه. ايه والله يا مظهر بيك، علقوا على الاول ما لا اخر، كانوا حيشلخوا بعض لو ما دخلت كباريه الحاره. ايه شغله محسوبه حسابها، يمكن بده يصير اكثر من هيك استاذ. ايه معلوم، شو انه هذا جميل طلب مني فرد. جميل طلب منك سلاح؟ ايه مظهر بيك، قال لي بده سلاح وقد ما بدي بيعطيني فيه كمان. ايوه. شو بده بسلاح؟ لا 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 مظهر بيك ما قال لي، بس قال لي بده اياه يكون مرتب كثير. معناها السلاح رح يدخل على الحارة لك حامد. إذا بدك منفوته مظهر بيك. أنت شو قلت له؟ أنا قلت له يعطيني يومين ثلاثة لحتى أمن له. عجبتني. شو يعني أمن له إياه؟ لا مو هلا، بس قل لك تأخذ له فرد. حاضر، بدك شيء ثاني غيره؟ روح على شغلك. سلام. خلصوا مياتك يا غازي، من الحارة ومن الكركون. شو بدي أم سعيد من شهيرة خانم حتى طلبت مني فوت لأوضتي؟ شو علي يا أم سعيد؟ صايرة عم بتخبي عني ما هيك؟ بسيطة، دبارك عندي. في حوالي بنتين يا خانم، جمال وأدب وأخلاق وبنات عيلة معروفة بالحارة، وخرج أخوك أبو عامر. الله لا يوفقك يا أم سعيد على هالخبرية. جاية مشان تجوزي جوزي الرابعة؟ الله يبعد لك قدلك إن شاء الله. شو عم تحكي أنت أم سعيد؟ شو نسياني إنه أخي أبو عامر متجوز ثلاثة؟ بدك تجوزي الرابعة كمان؟ لكن يا أماني نسياني؟ أي نقي له وحدة من هالبنتين؟ أصلاً الشرع محلل له أربعة، ولا تواخذيني بهالكلمة، ابنه عامر ما شاء الله عليه، سنتين كمان بصير شب ولازم يكون عنده أخ. شكل الست فوزية ما بقى حابة تجيب ولاد. ايوه دخلي بنات مين هدول اللي عم تحكي عنه؟ بنات ام سليم يلي جوزها صاحب الحمام. ام سليم؟ ايه عندها بنتين ما شاء الله، وكان زهرية وشفيقة، واثنيناتهم خرج جواز، بنات بيوت نظافة وقطافة وترباية غير شكل. ايه شو علي؟ انا بحكي معه لاخي ابو عامر مثل ما عم تقولي. ليش لا؟ من جوزة واحدة منه؟ أنا متأكدة إنه رح يعجبوكي، المهم أخوك أبو عامر يوافق. خلص أنا رح بحكي معه وخليه يوافق. الله يقدم يلي فيه الخير. ولي شو يتجوز علي؟ والله بموت أنا. لازم لاقي حل لهالقصة وتصريف لهالمحروم. لازم. دورتي كاملة؟ دورتي كاملة؟ تعي اسمعي على هالسماء. خير شوفي دريتي ليش الحرباية ام سعيد جاية تزور عنا وقالت لها لشهيرة خانم خلينا نحكي لحالنا؟ ليش بقى احكي؟ جاية بدها تلعب لها بقالاتها لشهيرة خانم منشان تجوزه لابن عمي تاج راسي الرابعة. ليش شو عم تحكي انت؟ الله وكيلك، هذا يلي سمعته بقدنية تنتين يلي بده ياكلوا الدود. الله لا يوفقك يا ام سعيد ويبعث لك الهالكة. وشو قالت لشهيرة خانم؟
وافقت. قالوا بدها ترك عليه لأب عامر مشان يتزوج الرابعة ويجيب ولاد. ولي على قامتي، ما بكفينا هالشرنة فوزية متحكمة فينا؟ بكرة بتجينا الرابعة وبتجيب له ولاد ونكون بفوزية منصير بتنتين. والله أنا هذا اللي خايفة منه يا كاملة. دخليك عرفتي مين العروس؟ يعني أرملة مطلقة؟ لا يا بعدي، بنت بنوت وعمرها 20 سنة وفي أختها عمرها 18 سنة، هن من عيلة معروفة. لك بناته لأب سليم صاحب الحمام. قولي خلص مطيعة، خلص ابن عمي أكيد رح يتجوز علينا. يوه، يعني فكرك أب عامر رح يقبل يتزوز علينا؟ وليش لا حبيبتي؟ في رجال بيصح له يتجوز بنت صغيرة ورح يقول لا؟ يعني راحت علينا لك كاملة؟ الله لا يوفق الأعرب يا أم سعيد. قولي راحت على فوزية، والله إذا دريت ليطيروا أعلاتها. والله أعلاتنا كلنا اللي حيطيروا. الموضوع إذا طول أكثر من هيك رح يصير بلا كبير يا مختار. لا يا أبو راتب، لازم التقالة دوبارة. إيه لازم أبو عامر. أنت شو رأيك؟ والله أنا رح أفكر بالموضوع، يعني هدول الشباب فايرين، ممكن لا سمح الله إنه يقتلوا بعضهم. حماك عمي، لأقولكم حل وبرجع لكم. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة يا أبو عامر. يعني معقولة نحن رجال الحارة أضرب وطرح ما لنا كلمة بالكركون ولا عند الناس؟ إيه لا براتب، نحن لسه في إلنا كلمة، بس هاي المشكلة ما بحلها إلا رب العالمين. بس هيك؟ وين أخذها يا وفي؟ سيرا محبس طريق الكركون. سيران، سمعت شو عم يقول؟ شو هالشيء اللي عم يصير؟ مو معقول، مو معقول يا ابو صافي. والله يلي عم يصير شيء مثل كذب. حق علينا نحن لانه ساكتين. لك يا بي، انتو ليش هون؟ اتخانقنا مع اولاده الغازي يا فندي. يا بي لك ليش لتتخانقوا مع هون؟ والله يا بي ما حملنا راسنا نشوفك مجنون وما نساوي شيء. يا بي انت ابونا وتاج راسنا، معقول نتركك لحالك هون وما في واحد بكل حاله طلع ايده وطالعك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. لك يا بي، ان شاء الله ما اذيتوا حدا. لا يا بي لا، ما حدا اذى، بس علي ما علي لو كان بايدي شبرية كنت شركت واحد فيهم. لا يا بي، بغضب عليك والله. والله يا بي رح يطق راسي منهم ومن غازي يا فندي، ولا طايق اشوفهم شنو حابسينك. ظلم ظلم يا بي. الله مع المظلوم يا بي، الله مع المظلوم وما بيتركه. لا اله الا الله. يسلم ومشتوق. صحتين مختار، شرف عمي صافي. يسلم والديات يا بي، ان شاء الله مشروب الهنا. الله يهنيك يا بي. والله يا مختار انا شايف لك انه هالمساله كل ما عم تتعقد. ايه انا بقول لازم نقدم شكوى للداخليه ضده لغازي افندي مشان يحاسبوه شنو عم يستغل مركزه لمصلحته الخاصه. ليش امتى كان غازي افندي عادل؟ امتى؟ لك من يوم يومه، من ايام العصمه لهلا وهو ما تغير. يعني شو؟ نسامحه على عمايله فينا؟ لا ما راح نسامحه، بس اهم شيء ابو جميل واولاده يطلعوا من الكركون. ودكانته لابو جميل لازم تنفتح. دكان لازم تنفتح، الدكان باب رزق هاي. وهلا شو ناوي يا مختار؟ اخ يا ابو عزو، والله ماني عارفان ايدي مربطه، ما عم بعرف شلون بدي حل هالمشكله. اسمع مني يا مختار، ما في قدامنا غير نقدم شكوى ضده لغازي افندي حتى يفتحوا تحقيق مع ابو جميل شنو هو ما راح يحقق معه. ليش؟ حتى يضل ملحوش عنده بالحبس الى ما شاء الله. من شان شو؟ لانه ما عنده دليل انه هو اللي قتل الولد. كان عم ضربك شوتين، لك يخرب بيتك، الله لا يعطيك العافيه فوق تعبك، انت وهذا الحمار تبعك عم ترعي. صدقني يا عقيد خاب الضرب، خاب الضرب وما صابه. خاب الضرب ولا ضربك العمى مو عارفان ابن شيء؟ يعني الصراحه الصراحه ايه لساتني ماني متعود على ضرب الرصاص. ولك ما تحكي هيك من الاول، ما تقول انه ما بتعرف تضرب رصاص، كنا بعدنا غير ولا هالدب، لسه مو شاطر له، وهدول على حريمي ومدري شو. لا يا سيدي، ما حدا حيهتم فيه غيري. إن مو هلا، مو هلا ابنه، لأنه صياح صار ياخذ حذره وعيونه 10 على 10. طيب عقيد شو ساوي أنا هلا؟ ولا شيء،
كأنه ما صار شيء، خليك عادي. مشي عمي مشي. أنا من خلتي روح. أمرك عقيد، أمرك. الله ستر يا عقيد إنه ما حدا شافه أو قتله صياح بالبستان، وإلا كنا انكشفنا ورحنا فيها. بك يا ريت صياح قتله، على القليلة كان عرف غريمه. بس شو بدي أعمل؟ مثل القطاطة بسبع أرواح اللي عم ضربه. آخ يا عم سعيد، آخ آخ. حجني يا عم سعيد، ثلاثة سوا بالكراكون، ثلاثة. الله يفك أسرهم بجاه رب العالمين. والله والله لو بعرف إنه قلبه لمطيع قاسي كل هالقد فلا قلت للشيخ إني موافقة عليه. الله يصلحه يا بنتي، بإذن الله أبوكي وإخواتك رح يطلعوا من الحبس ورح ترجع لكم فرحة من أول وجديد، بس أنتي قولي يا رب. يا رب. بعدي اسمه، ما في غيره هو اللي بيحلنا. قولي على قلبي عليكي، قولي على قلبي عليكي. كمان انه بده يعطيني بيته اللي باخر الحاره مشان اسكن فيه. بيته اللي باخر الحاره بده يعطيك اياه؟ هو هيك. ايوه. شو كان بده منا؟ قال كمان بده يجوزني. ايه حلوه. من وين نزل عليها الكرم الطاي؟ والله ما بعرف يا معلمي. هيك قال لي هو وحامي. طيب طلب منك شيء هيك ولا هيك؟ أبداً معلمي، ما قال لي شيء، بس لمح لي إنه اللي بيشتغل معه رح يكون مروع على الآخر. وما قال لك تترك الشغل عندي بالبويكية؟ أبداً، ما جاب هيك سيرة بالمرة. ماشي عمي ماشي، خليك معه أنت سايره لنعرف لوين بده وصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شرف. أهلين وسهلين. يزيد فضلك يا كبير. أهلين عمي عزام، كيف أبو الخضر والرجال؟ الكل بخير والحمد لله. وأبو الخضر وأبو الصلح بعتوني لعندك مخصوص كرمال موضوع الذهبات يلي بالكركون. لقيت طريقة لحتى نطالعن ولا لا عمي؟ والله لهلا ما لقينا حل، بس أكيد بهاليومين رح نظبطها عمي. أنا بجي لعند أبو الخضر وأبو الصلح وبشرح لهم كل شيء. ما بدنا نتأخر يا كبير، ما بدنا حدا يسبقنا عليهم. شنا منخاف صاحب الذهبات يتفق مع رئيس الكراكون ويروح يطالعوه، وهيك بتكون راحت علينا يا كبير. لا 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 ما تخاف، اليومين إن شاء الله. نحن كنا هون ملتهين بمشكلة ولسه لهلا ما حليناها. خير إن شاء الله عمي، شو المشكلة؟ لا لا شغلة عادية بتنحل، ما في مشكلة. سلم لي على الرجال وقول لهم أنا هاليومين أكيد بكون عند منكم. خير إن شاء الله عمي. يلا السلام عليكم. لا لا وي انت نكسبك على الغداء. غير مرة عمي، غير مرة ان شاء الله. موصيني العقيد ابو الخضر ارجع لبكير، شنو الوضع على طريقي كتير مكركب. السلام عليكم. شرفت عمي. ميت اهلا وسهلا. والله عمي عيون يا عمي ابو عامر. ميت اهلين وسهلين. سلم على الشيخ ابو مفضي وقل له هالكم يوم الحمل بيكون عندك. وصيت له على شوال قهوه. ها ان شاء الله ان شاء الله عمي ابو عامر. السلام عليكم. الله معك الله معك. هلا 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 قداس مور معلم. دير بالك على بواكي، وصل لعند المختار شوي وراجع. اذا وصل الحمل خبر امرك. شفيقة شبيك ما في شيء.
شلون يعني ما في شيء وانا شايفه دموعك على خدك؟ شفيقه انت اختي وحبيبتي، احكي لي. عم اقول لك ما في شيء. عم تفكري فيه ما؟ شو قصدك؟ شو قصدي يعني؟ عم تفكري بعبوه؟ اسمعيني يا شفيقه بهالكلمتين، هلا بيبان عبود على حقيقته، ايش كان بده اياكي ورايدك، بيجي بيطلب ايدك من ابوكي. هو بخاف انه ابوكي ما يوافق. حتى لو هي الشغله بترجع للاسم والنصيب، بس اذا كان بده اياكي بيجي بيطلب ايدك وبيعمل يلي عليه، والا بيكون شو بيكون؟ كملي زهريه. بكون عم يضحك عليكي يا شفيقه وعم يتسلى فيكي. بس عبود مو هيك. بكره بدوب التلج وبيبان المرج، بعدين بكفي هالبهدله اللي تحملتيها مشان تقبري قلبي. خلص لا تبكي، والله الدنيا كلها مو مستاهله دمعا معلومك. رؤية مشكلتها ابو جميل بنلاقي لها دوباره يا جماعه. مختار مشان الذهب شو بدنا نعمل؟ والله يا ابو عامر لسه ما لقيت الا حل، بس عم فكر شوي شوي. شو صغيره؟ شو بدنا؟ شايفك مو على بعضك، في شيء؟ والله يا كبير اليوم في واحد قوص علي بده يقتلني. يا لطيف، قوصوا عليك؟ لعمة، وما عرفت مين اللي قوص؟ لا والله يا كبير، وركضت وراه بدي لقطه بس هرب مثل الكلب. يخرب بيت قلبه، كان قاصد يقتلك ولا طايشه؟ بده يقتلني يا كبير، ولولا ستر الله كان قتلني. مين اللي مصلحه يقوص عليك؟ مين اللي مصلحه يقتلك؟ انتوا لا تاكلوا هم يا عمي، انا الا ما قلقته لغريمي. خلونا هلا بقصه الذهبات، كيف بدنا نطالعهم من سجن الكركون؟ المهم الحمد لله على سلامتك. انت هلا شو بالشور علينا؟ انا برايي لازم نخبر رجال ابو الخضر، لانه نحن لحالنا ما رح نقدر نعمل شيء. شلون هي؟ ما فهمتها. انا في براسي فكره يا كبير، خليني روح اقولها لابو الخضر، واذا لقاها مناسبه برجع بقول لكم اياها بالتفصيل. ماشي، روح لعندن منهم وخبرنا شو بصير معك. بكره بروح لعندن وان شاء الله بصير خير. وليش مو اليوم تروح لعنده؟ والله يا مختار خايف اللي قوص علي يكون لاطيلي بالطريق، يلحقني ويكشف محل الشباب. اهلا مو كوماندان. سلام شباب. سلام يان. ايتوا؟ سيفو؟ ميرسي. في اخبار مهمة حتى طلبت مقابلتي؟ اخبار بتهمك كثير كثير كثير. بخصوص؟ بخصوص حارة القصب. تفضل. مشكلة كبيرة صارت من يومين بين غازي رئيس كراكون وأبو جميل حكيم حارتنا. مشكلة؟ غازي اتهمه لأبو جميل إنه هو السبب بموت ابنه لغازي، يعني ابنه لبشير، وضربه هو وولاده وحطه بالحبس، وأبو جميل نكر قال هو بريء من دمه. نعم. والقصة علقت صارت كبيرة بين ولاد أبو جميل وولاد غازي. عظيم، عظيم كثير. دايماً لازم يصير في مشاكل بحارة القصب، بحارات الشام كلها. أيوة أنا معك كوماندان، بس القصة لقدام يعني لتعمل مشكلة كبيرة. ها شو المشكلة الكبيرة اللي راح تصير؟ أنا حقول لك، إذا كبرت القصة بدهم يجيبوا الشباب سلاح، وإذا دخل سلاح على الحارة هذا مو مصلحتكم. أكيد ممنوع يدخل السلاح على الحارات. ما مشان هيك أنا أجيت لعندك. انت رجل رائع مظهر بك. كافيه؟ والله ما راح تمر على خير يا غازي. قد ما ضلينا هون انا وولادي طالعين لك، طالعين لك والله. شوف مناسب مظهر. أنا برأيي إنه أبو جميل وولاده يطلعوا من السجن فورا مشان ما تزداد الخلافات أكثر من هيك. ومثل ما سبق وذكرت لك، حارس الحارة لازم يتغير ويكون واحد من طرفنا، عين إلنا بالحارة. اللي بتشوفه راح يصير، بس مهم جدا
يصير في مشاكل بين اهل الحارات. هذا حتشوفه هاليومين. حتصير خناقه كثير كبيره بين رجال حاره القصر ورجال ابو صخر، وانا حكون وراها. مضربه ضروري يصير في دم. انتو بدكم انه الناس تدبح بعضها؟ لازم يصير في دم. لازم المشاكل ما تخلص. بعدين انا عرفت انه انت بدك تاخد بيتار ابوك كمان. ايوه. وانت شو دراك جناب الكوماندان؟ انا عرفت قصتك كلها. عرفت انه ابوك شنقوه ظلم قدام اهل كل الحاره. ايه، كل اهل الحاره اجتمعوا عليه واتهموه، وكلهم كانوا السبب بقتله لابي. صحيح، وانت معك كل الحق انك تنتقم، ونحن رح نتعاون معك على هذا الموضوع. انا ممنونك جناب الكوماندان، ممنونك كثير، بس بدي منك شغله. ما بدي غازي يدرى انه انا اجيت لعندك لهون. انسى موضوع غازي. غازي خلاص انتهى امره، وراح شيله من كركم ومن السلطه. هذا الكلام اللي سمعه. اطلب لي مغفر، بدي احكي مع غازي. اطلق سراح ابو جميل وولاده. بس حضرتك يا سياده الكوماندانو، على راسي. ماشي ماشي، وبغير الحارس. لا اكيد اكيد برجع للداخليه مشانه. اي نعم، حارس جديد. وبحقق مع ابو سعيد الدومري، على راسي. اي نعم سيدنا. اي نعم. ولا يهمك. الله معك، مع السلامه. العمى. العمى شو هذا الكوماندان؟ بيعرف شو عم يصير بالحاره اكثر مني. طيب مين عم يوصل له الاخبار؟ لك بالتفاصيل؟ نعم. جايتك اليوم يا ام سليم، وجايبت لك خبريه بتطير ضبنات العقل من كتر مو حلوه، بس ادعي لي ان شاء الله تزبط معي. شو هالخبريه ام سعيد؟ شو هاد اللي بده يزبط؟ شفت لك عريس لبناتي، اما شو عريس؟ اذا زبط هالعريس ايه بيكون حظك وحظ بنتك بالعلالي يا ام سليم. ياه، لهالدرجه؟ مين هالعريس؟ قولي ام سعيد. رح اقول لك مين هاد، بس اذا زبط الموالي اللي براسي هذا بده حلوان مرتب، يعني غير شكل. مو تكرم عينك، بس قولي لنا مين هاد سعيد الحظ؟ ابو عامر. أبو عامر كبير الحارة، أخوة الشهيرة خانو. إيه أبو عامر. مو عاجبك أبو عامر أم سليم؟ لا يوه، أبو عامر رجال بسلامته، وألف وحدة بتتمناه، وبتتمنى نسبه ونسب أخته شهيرة خانو. وشلون فتحتي القصة مع شهيرة؟ أنا كنت بزيارة عند شهيرة خانو، من سيرة لسيرة قمت حكيت لها عن بناتك وعنك، وشكرت فيكي ومدحت فيكي كومايات أنت وبناتك. الله يجبر بخاطرك، كلك ذوق. ايه، وشو قالت لك شهيرة خانو؟ هلا بالبداية يعني القصة ما كانت خارطة ببالها، لأنه ما توقعت أبدا إنه أبو عامر يتجوز الرابعة، بس من كلمة لكلمة من كلمة لكلمة قد ما حكيت عن بناتي وافقت، وقال بدها تحكي مع أبو عامر وتقنعه. شهيرة خانو هيك قالت لي؟ ايه والله يا أم سليم، ما زليت عليكي بحرف. الله يسمع مني وندرن علي. إذا هالشي بيتم وأبو عامر بياخد واحدة من بناتي، إلك عندي ذهبة بحالها. ذهبة؟ إيه ذهبة، لأنه هيك نصيب إذا تم. إنتو هيك حلوان. إيه معناتها خلاص، اتركي الموضوع علي. إيه رح ضل ورا شهيرة خانم لحتى تجي براسها وتخطب واحدة من بناتك. شلون ابو عامر؟ الله يعطيك العافية، تمام. الله يعافيك. قداس بور معلم، نزلوا وابعث لي غريب لعند اللحام. امرك معلم. خير معلم. يلا شباب، همي همي عيون.
رامي سيدي. خذوا. يلا. خذوا الآن. سلمك للقلعة لحتى يحققوا معك هنيك على المظبوط. لساتك لهلا بتشك انه انا اللي قتلت الولد يا غازي افندي؟ لكن مين قتل الولد؟ مين قتل الولد غيرك؟ مين؟ وكل الله، وكل الله. والله انا بحياتي ما اذيت حدا لحتى اقتل الولد. بعدين انا شوفي بيني وبينك لحتى اعمل هيك. حياتك ما زعلتني، مزبوط، ولا عملت معي شي عاطل، صح، بس الولد مات، مات الولد، مات. الله يعوضك بأحسن منه. ماشي ماشي. اللي صار اليوم بين ولادك وولادي العليم الله ما هن عليه. بعدين انت بتعرف يعني ما في ولد بيحب يشوف ابوه محبوس ظلم ويسكت. ما هيك؟ ما هيك غازي افندي؟ ماشي ماشي. يعني هلا بعد اذنك بلكي بتخلينا نروح على بيتنا ونفتح الدكان اللي خاتمها بالشمع الاحمر. يا سيدي والله ينتقم مني، الله ينتقم مني اذا انا قتلت الولد. ايه؟ انا بشكيك لواحد احد. روح يا ابو جميل. لسه لهلا ما تأكدت انك انت فعلا قتلت الولد. روح واشكيك لله. يا سيدي يلا يلا يلا. مرني سيدي مرني. بتنزل هلا هالحارة وبتشيل ختم الشمع الأحمر عند دكانة أبو جميل. نشيله فورا. إيه أمرك سيدي أمرك. شو عدا ما بدا؟ صلحت شو يا مختار؟ شبان أبو جميل؟ صلحة صلحة. لك مستحيل حط إيدي بإيده بعد اللي عملوا فيني بأولادي يا مختار. شلون؟ لك بكون ندل بالندل إذا بنسى اللي عملوا فيني. أبو جميل نحن اللي بدنا نساوي إنه بدنا نسامح بعضنا، بدنا نتسامح. هذا عندك يا مختار، بس عندي رح يضل قلبي أسود منه ليوم الدين، ولا رح سامحه لا هو ولا أولاده على اللي عملوا فيني. اتركه على راحته مختار، يلي شاف مو مثل يلي سمع. مزبوط اللي قاله أبو عزو. اللي شافته عيني مو مثل اذا حدا سمعه. كيف بدك يعني ارجع صالحه من اول وجديد يا مختار؟ طول بالك شوي يا جميل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة يا جماعة أبو جميل حق معه ما يحكي معه ولا يصالحه، شنو آكل فلقة منه هو وولاده ونام بالحبس وتبهدل، وغير هيك طالع عليه صيط إنه ما بيعرف يداوي الناس كمان. أنا معه، لازم غازي أفندي يتحاسب على اللي عمله مع أبو جميل، لازم ما نحكي معه لا هو ولا ولاده، بنوب بنوب بنوب. البيت مو واسعني، بغيابك حسيته قبر. بك الله يرضى عليك يا حنيني. والله يا بي طول فترة غيابك عن البيت ما نشفت دمعتها. تقبرني، تعا ريح شوي بالقوطة لبين ما يخلص الأكل. والله اشتقنا للبيت ولناس البيت ولأكلات البيت. يلا 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 مرتخي، أنا رايح أحضر الأكل. ايه يلا. خي وانا رايح على السوق جيب شوية حلو مشان الرجال جايين يهنوا ابوك طلعته بالسلامة. تكل على الله اخي. سلام. الحمد لله طلع عمي بالسلامة وطلعت لي انت يا نور عيوني. الف الحمد لله. بس لسه حسابك ما خلص يا بشير. المختار المختار. عرف لك سيارة؟ قلت له. وما عرفت مين ابن الحرامي اللي قوص عليه؟ لا والله يا عمي بصافي ما عرفته. طب روح على الكركون واشتكي عليه. على مين بدي اشتكي عمي؟ إذا أنا لا شفته للزلمة ولا بعرفه. مضبوط كلامك، مضبوط. بس كرمال الله، كرمال الأولياء والصالحين، دير بالك على حالك. لا تاكل هم عمي، اللي له عمر ما بتقتله شدة. والأعمار بإيد ربك. لك مضبوط. بس كمان الواحد لازم ياخذ استحياته. لا تاكل هم عمي. إلا ما لقطوا لهالابن الحرام. إن شاء الله إن شاء الله. بس لكني أنت احصر أعلاتك شوي، شوف مين هو عندك تار، مين له مصلحة بقتلك. والله يا عمي بصافي ما حدا له عندي تار غير أبصخر، لأني علمت عليه بالخناقة اللي صارت بالحارة. بس أبصخر ما بيعملها. ليش بقى؟ أبصخر زلمي أبو ضاي وزقرت، إذا بده مني شي بيواجهني. مزبوط مزبوط كلامك، معناتها ما في غير شي واحد عم يستغل العداوة يلي بينك وبينه. بس شو له مصلحة؟ ليش؟ والله ما بعرف، شغلة بتحط الأعلى بالكف. بس أبي على كل الأحوال أنت إذا بدك تعال عندي على البيت، البيت فاضي لك، ما في غير أنا وخالتك أم صافي. الله خلينا ياك يا عمي أبو صافي، الله محييك. بس والله أنا ما بقدر أترك رزقي وبيتي، ما بقدر. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله دائما يا أبو عامر. ألف صحة، بس ما أكل شيء. الحمد لله ما قصرنا. لك لسه دب هو. الله يجبرك، الحمد لله. الصحة الصحة. ممدوح يلا اصرف عنك معلمي. تعمي تعم مرني معلمي. شيل يلا يا رب ان شاء الله الصحة. وانا على قلبك ميت. اهلين وسهلين. اهلين اخي ابو عامر. ايه سيدي، هاي الطلبية طلبتها حضرتك استلمتها بالكامل، وخلينا نتيسر على بكير من عندك. ايه على راسي على راسي. شرف ابو جاسم، هذا حقك. معوضين ابو عامر. الله يخليك. شو ما بدك تقدم؟ انت يا من عند وراك معلم ابو عامر. شو هالحكي؟ الله يخليك قدم قدم. ايه مو محرزي، معقول تكون مخربط يعني؟ لك عمي ما بتعرف. ايه بامرك. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12 13 14 15 16 17 18 هدول ناقصين دهبتين ابو عامر. شو هالحكي؟ اي والله شارك انت عندهم بايدك. هات لشو. والله مصبوط. شلون صار هيك؟
بجوز تكون انت مخربط النقصان ابو عامر. والله يمكن مخربط. مو محرز ابو عامر، اذا ما في معك باخذهم المره الجايه. لا شو هالحكي يا اعوذ بالله، هلا بتاخذ حقك بالكامل. ولا يهمك اخي، بجيبه وحده، والله انت بتامن على روحي يا ابو عامر، خلص باخذهم منك المره الجايه. الله يخليك، لا لا عمي شو المره الجايه، هلا شرف امسك لهلا. انا رايح مشوار الطريق، جيب الذهبتين وبرجع، عن اذنك. شو عم تقول؟ ابو جميل طلع من السجن. اي والله يا ابو. لا مو بس هيك، راح عند المختار وكبارية الحارة عم يستقبلوه كمان. تستقبلوا الحمى اللي تكوي معلاقه ان شاء الله. بس انا بدي افهم شلون ابوك بيطالعه لهال ابو بطيخ من السجن بهالسرعة؟ لك شلون؟ والله ما بعرف يا ابو، ما بعرف. ما انا مثل منك كمان مستغرب انه ابي كيف يطالعه هيك؟ كيف؟ لا حول الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ماشي يا غازي ماشي، بس ترجع بفهم منك شلون هيك. انا اللي قلت لك نسوان الحاره انه ابو جميل بده ينشنق بنص الحاره، شلون هيك. بس ارجع بتخبريني من راح والذهبتين. والله العظيم لا تعجبي، تذكري منيح وبس ارجع بدي اعرف وين راح. صدقني الله معك ابن عمي، الله معك تقبرني. شو ابن عمك فوزية؟ والله ما بعرف يا شهيرة خانم، ما بعرف. ايه خير ان شاء الله. خير سيبك بنت حماية. يا ترى شو مخبي علينا فوزية؟ شآم طيف أحلامي وإشراق أيامي، هي اللحن الذي أقوى تجلت فيه أنغامي، بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي، فعدت رشامي أداوي فيه آلامي. وإن الله يعلم ما مدى حبي إلى الشام، إلى الشام، إلى الشام. شآم طيف أحلامي وإشراق بأيامي، هي اللحن الذي أهوى تجلت فيه أنغامي، بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي، عجزت بما